اي سوق كل شيء عندنا تلقاه. الطيف ليد لايت كافة منتجات ال اي دي. السرسرية جاوا ووصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش السرسارة مو ياها تشان يضبطها دارة. إذا أنت هسا تعلمت أنا سوق برايد مقشمرة. تك 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 شقد يتلون دك تك. إذا أنت بطيار شي ترى أنا طير بك. عندي علولي داي حلو وهكلي وسيلة المطيرتي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش نديل احنا نخلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل وين مكبسل صاحي صاحي. اها اها ألمي دوخي الحارة وما يخبو الجارة. أمي طشارة تخاف من اللي فارة. ايش ليش لا تخبط طيح حلقك شدة في الراسة. هو انت 56 ولا كلو مخفاصة. ايش تحوي لك عالتوقي هو انت اكبر بوخة. ترك الا واحد اسبوعين راسك تظل بدوخة. تذك مصعب تعبو اليوم بتويها علاجة. انا اللي اتعارك وياه شبع خياطات براته. قابل نصم يا الارنب ما سامع بحلولي. هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعة شد الموضوع يا شليش اهدى شوية. ارد اشتري ست طيور ومعوز 1100. لك بابا انا اصلا علاقتي بالفنانين والشعراء يعني ما تتصور ايش قد يحبون واحبهم. يوميا يدزون علي. تتذكر من استضافوك ببرنامج الحكايه الطافيه؟ هاي شبيك سنيد؟ انا مو قلت لك باكر معزوم على 10 الظهر يا رعودي؟ اي باخ تحفظ اسمه عدل. اول شيء هو اسمه رعود مو رعودي فهمي. بابا هذا اسمه مو الحقيقي. اسمه الحقيقي رعد وهذا الاسم ما يعرفه غير اصدقاء المقربين. عتوقي ما لك علاقه بالمضغوطين. انت علاقتك الفنيه مع الوسط الفني اكثر من الدفاع والهجوم. او خاصه انت تذكر هذا المشرد اللي يغني مواويل اللي تلتقي يمه. اسكت اسكت يا فل اسكت يا مشرد. ايش بيك هذا الشيء تناسب عليه تقول انا يم نور الزين وبعدين علولي لقى فقاعه يمه. الو منو حبودي هاي وين هالغابة؟ نعم انت تقاطع بيا ما تقول علولي خطية. تدري طلبك 500 كافي غابتك طالت علي. لك حمودي مشتاق لك بشدة. معقولة؟ انت جاي للعراق؟ شنو عندك حفلة؟ شو وقت؟ ما لك علاقة انا اجيب لك جماعتي. اذا تريد واحد يشيل السماعة عد واحد يعزف على البانيو بدون صابو. اقصد بيانا بيانو. اي هو هذا. هلا بيك وانا بانتظارك حبيبي حمودي. علولي هذا منو؟ لك انت صدق غبي. لك هذا حمودي صديق الصدوق. هاي صديق تحشي؟ اقول لك شنو حمودي هسه خبرك اجاب عليك شودا. اكيد خطأ بالاتصال هواية تصير. انا قبل يوم خبرتني هيفا وهبي وهي كانت كلش محتاجة ورقتين حولت لهيا. لك بابا دعبول الظل الطير في آله. لك هي هيفا وهبي تشتري حيتنا كلها بفلوس جنطتها. لك انت بابا صدق اسول قفصوا عليك يا لغم واخذوا منك ورقتين. لا انا ما تميت لان مو فلوسي. اخذت من فلوسك اللي كنت حاطم بالشيك مال واز. لك علولي هذا حمودي ما طلب منك ورقتين. عتوقي صدق تحكي؟ لك هذا حمودي صديقي من زمان من كنا نخدم الوطن سوية. كنا دائما مطفين نشرب ونضرب حبوب. الان فد يوم صحينا على روحنا عيابه. وانا يعني بصراحه اتجهت لكتابه القصه القصيره وهو راح صار مطرب مشهور مثل عبد فلك. ولك علولي معقوله حمودي يلف عليك؟ اصلا حمودي صاحب فضل علي من السما للقاع.
عمري كله ما انسى هي. شلون بالله يا المعروف يا النجم؟ مره من كنا نخدم الوطن صار مواجهه ضد العدو او شغله علينا الرباعيه، وانا قمزت وانقذت حياه الحمود. ولك علولي احكي عدل، انت صاحب فضل علي مو هو. ها انت هيك تشوف، هو كان دائما يقول لي انت صاحب فضل عليك. مو مهم انه صاحب فضل، انت صاحب فضل لو هو صاحب فضل، المهم هو فضل وينه؟ يقولون ده يشتغلوا مال يجي. خوش يعني هسه اذا انت صديق محمد السالم ومحمد السالم صديقك، اذا حاول تدبر لنا تذاكر حتى نروح للحفله مالته. عايش بيكم يابا، انا اللي انا وحال صديقي سوالي خصم 60%، يعني التذاكر ب 50,000، هو سواليها ب 100,000. لا تخليني اشتري قبل لا يخلص الخصم، حرامات ليش تضيعها؟ اويلي اويلي يابا، الحقوني ولكم الشمس زرفت الراسي. إيه ما تقول لي هذا وين صار؟ أنا شعري انضرب شجوار من الشمس والله. لك أحسن أصلاً حتى الحشرات كلها تتهجر. هلا 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 هلالك يا عيد، إجي الشفية، إجي حمودي، يلا حلولي انطلق. حمودي لك حمويد يا معود أبو المياو، لك شو هذا سوالي باي باي حتى ما سلم علي. حيل بيك علولي حيل، تستاهل. ها ارتحيت هسه؟ اشو سويت لنا يا صديقك الحبيب وصديقك بالرضاعه؟ انا مو قلت لك من يجي، بس اوف منك ما تسمع حكي. عمي انا لو باقي بكرامتي يم الطيور هو احسن لي. ايش قد فشي قدام عباس بن فرناس، اكبر مطيرشي بتاريخ المطيرشيه، وقع من البيتونه ومات. مع الاسف عليك حمودي، صخمت وجهي قدام الكسوه والما يسوى. ام جميعه سويتي لي شوربه مال باميه؟ يا شوربة بامية، شاهية البامية مرقة يو شوربة. دا قوم 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 احميلك قرصة خبز، ترى انا ما لخلقك. اي رايح حلم سبتي اجيبا منها كلك شمال هدا بيوتي. ها شما جيبي لي وياك لزقة مال الروس السوداء وكريم عناية بالبشرة. شا ليش ما تقوم تروح لهم سبتي انت؟ النخوخ ام جميعة، هاي شنو نوبة لابسة كعب عالي؟ السالفة مو سالفة مسبتي. لا والله لا لا غابل، وين رايحة أنا؟ اي الحفلة محمد السالم خايب قاعدة أقول لكم سبتي امتانيتني هي والحبايب، شنو حرام علي؟ يمه يمه دهش، أنا رايحة للفاتحة أو تقفل الباب وراك، لا تشرد الصخلة. لا 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 لا، أنا ابن شناوة، هالشي بسويها بروحك؟ أمو تهيش حتى أحمر وأخضر ورايحة للفاتحة؟ شأنا شنهي المرحوم جوستن برابر؟ شأنا ترتور بالبيت لو شنهي؟ ماكو طلعة يعني ماكو فاتحة. خايب دقاب أبوك ما تاني يسألني وين رايحة وين جاية؟ يا أبوي افترت الدنيا وافتر الوقت، اتهيش اتهيش اتحكم بي وأنا خد غدارة. شا هو غير أبوي ما أقدر أحكي عليه، الله يرحمك يا أبوي، ولا خلف ما مات وأنا بمغام أبوي وما تطلعين يعني ما تطلعين. وبعدين هي منش وقت الفواتح يحطولها أحمر وأصفر وأخضر؟ شاشن هي كنش إشارة مرور. ها لا لا يما، أنا مش أنا عد عرس ورا الفاتحة، فقلت أخلي حمرة فرد نوب. آه ها أشم ريحة كذب بحشش يا أم شليش. هاي ريحة زواري بك يا رغم، خايب وخر من طريقي وخر من طريقي. بويا 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 أم دهيش يا جيون سينية هزلت، أنا خد غدارة هسه تجي أنت يا دهيش تسألني وين رايحة؟ يا بي يا أبويا خاب قابل، أنا رايحة شني حفلة مال محمد السالم. يا جماعة اسمعوني، إلزموا سيرة لا يشرد، أنا الوسيط الروح الحمودي، اي وحدة تريد تتصل او تتصور ويا حمودي انا الوسيط الروحي. سجل رقمي يمش انت ام الاحمر 0 1 2 3. ولك سديد افتح الحلوات كلها وجيت ركض على هاي الجقمة. لك بابا جقمة بليت خير من 10 اللي ورا. يا بنات يا عالم، انا صديق حمودي هو صاحب فضل علي من السماء للقاع. معقولة بعدك مكلم بهاي السالفة؟ مو فهمتك وقلت لك انت صاحب الفضل عليه مو هو. شلوش روح جيب الواج علبك
الحفلة مليانة نتوان، خلي نحمل ونشي. ولك اسكت دعبول، اكو واحدة هناك حبتني وحبيتها من قد ما حبتني ملخت شعرها على مودة، حتى زرع ما يلحق لها بعد. يا حب شرشت الشرح على الأربعة وعلى هالهوشة أخشي لازم تحب لك تشبعة. هدو هدو يا جماعة، الآن مع المطرب الفنان صديقي وصاحب الفضل علي من السماء للقاع. خب حظي خب حظي، راح أقوم هذي أخنقه. شبيك جلبت؟ حمودي صديقي. أنا الشباب حب الصبايا نية بيضة ما عندنا غاية، الحب حلو ما له نهاية. حمايد ما عاد بيتي وأخيرا التغينا. ترى شوف أنا زحفت لك من أيام غنية البزازين. يمه لنت جابت هنا يوم انت مو عارفه كان كل زين معجبه بحميد منصور، جابش على حمودي. عتوقي تيسدي امه خربت الحفله. عتوقي هاي شنو امك فاقدين السيطره عليه؟ الله يساعد لابوك. خايبه كل شيء وانا حميد. يا ابويا تيهي تيهي ولك لا اسلع شيباتك شيبه شيبه. جمعه الف رحم على روح امك وابوك، نزل امه بطريقك، ترى احنا هم فاقدين السيطره عليها. يا ابا خلصة الحفلة خلينا نروح للبيت. لك يا بيت مو خطفوا الحمودي. الله 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 وياك، الله وياك ابو جاسم. سالو 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 ولكم المعودين امشوا خلونا نلحق العصابة. يما حمايد يما يما حمايد يما خايب ضعت من ايدي يا حمايد يما. يبو حو 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 ايه دقن شبع اللطم. وانت يوم حسابك عشير بالبيت؟ عشير مال طماطة. ها يا مدهش لطمي حيل اذي روحك. يلا يلا صعدوا صعدوا، وين اليوم يروحون وين يشردون؟ لو باجين اسد بابل ولا حمودي. ها بس شباب رحم على والديكم امشي كروه. يا بدي قعدت اللبي طيب عودك. يا بس صارت نقابل طارين ما عدنا فلوس. شلش اخذ رقم الشاشي. ليش يابا تريد تشتريها؟ لا نشوفها وارد امريكي لو خليجي، لان السياره شكلها غرقانه، الصالونسه مخنوقه وتسلك باللوفه، يعني بالميت تجيب لها 70 ورقه. دعبول اسكت احسن لك. وانت شلش دبت شنو عاد دبت شنو؟ اقول لكم لحظه شنو هذا الصوت؟ يمكن دار مال الحصان طق. ما ادري دائما نشوفها بالمطاردات مال الافلام المصريه. لكن لا هاي فيلم الرساله من خالد بن الوليد اللي بطنش في الحصان مالته من ولا الجبل وافتر على المسلمين تذكر؟ علولي اشو ساكت؟ عوف لدا فكر، هذا حمود صديق السخطيه ذابيب الصندوق، ايش ياكل ايش داي يشرب ايش ين على طاري الاكل، خلي نطبق ناخذ لفات للطريق. هاي ايش تحكي يا لفات؟ ولك خمشي دروح ناكل باقي له او فوقها بيض عيون على مد الحسد. ترى انتو صدق ما تستحون يا باقي له بظهوريه، الولد قال لفات حتى لا نتأخر على العصابة. اسكتوا لو نزلكم هنا. لا لا والحياة بالشط. الدنيا عمري ترى هسه أضربكم بموال إلا أسقطكم. أنت منو؟ إحنا عصابة بزازين الكرادة، ولين إحنا في ريبيك فانز وريدك تسوي لنا حفلة خاصة وتغني لنا أغنية خاصة بعصابة البزازين مالتنا. إيه إذا هيجي سهلة. بس 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 ميو يا عمري قلب قلب وين وين غيب علي يوم وين. اسمعوا دا اقول لكم خلينا نطبق عليهم هجمة المقدم هاشم، تذكرون من لزم القناص؟ ايه لازم نتحرك واحد واحد مو كلكم مرة واحدة. تمام ادري جايبوا ياي قطيع مال سولان، جاي اقول لكم واحد واحد مو كنا مره واحده. ولك مو كنا مره واحده. شلش الوحده تفرقه والتفرقه قوه، لازم نبقى ايد واحده. سديد يلا طلع الموس من حلقك وشوفهم العب بيهم طوبه. يا اخي انا الموس بلعته صار كومه كتبه كعك مكان خالي صار موسى ابو السمسم. هاي بنات اليوم احنا ويا حمودي خطفنا حتى نتصور ويا سيلفي. يعني هاي الهوسه كلها على موس سيلفي؟ اشتعل صفحتكم لا حتى سناباتكم. هجوم يافو عليهم. صديقي اصلا لا صديقي ولا عرفه، هاي شنو سترك ربي؟ هاي شنو ساكات؟ اويلي يابه اويلي كناني بمكانه. وليش انت بمكانه؟ خوان اصلا
اخبول واحلى منك بمليار مره، افتهمت؟ خوان بمكانه. Are you lonesome؟ احنا معجبين عيني يابا، جدا معجبين. وانا مدجتني تقول بلك تخلوني يمكم، راح على السوق شهرين وترجع. واني زاحف يا معودين، فكوني عاد. وانت شبيك عيني مقرب؟ لك ليش علولي يا ظلي ليش؟ مو انا صديقك وصح فضل عليك من السما للقاع. ده طير انت وفضل مالتك. السرسرية جاو وصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش السرسرة مو ياهن كان يضبطها تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق بريد مقشمرة. تك 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 شكد يتلوم دك دك. إذا انت بطيارتي ترى أنا طير بك. عندي علولي داي حلو وهكلي وسيلة المطيرتي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش نديل احنا نخلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل، وين مكبس الصاحي صير. أها أها ألمي دوخ الحارة ومي خبو الجارة. أمي طشارة تخاف من اللي فارة. إيش ليش لا تخبطني حلقك شدة بالراسة. هو أنت 56 وأنا كلهم قفاصة. اشتحوي لك عالتوقي هو أنت أكبر بوخة. ترك كل واحد أسبوعين راسك تظل بيدوخة. دك مصعب تعبو اليوم بتويها علاجه. انا اللي اتعارك وياه سبع خياطات براته. قابل نصم يا الارنب ما سامع بحلولي. هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعه ستين والله